السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم معايا في قناتي على اليوتيوب، قناة عبد العزيز جبر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على درس جديد وموضوع جديد من مواضيعنا اللي بنتكلم عليها في الحفر دايما، هو الحفر نفسه، البيزك بوتوم هول أسيمبلي. اتكلمنا عن المض، واتكلمنا عن الويل كنترول، واتكلمنا عن الستاك، واتكلمنا عن الكيسنج، عن الحاجات دي كلها. لكن يبقى بقى ازاي احفر، ازاي احفر، وايه هو السترينج اللي انا بحفر بيه. ده هيبقى موضوع يعني هنقعد نتكلم فيه على مدار كذا حلقة، لكن ان شاء الله نقدر نغطي الموضوع بشكل بسيط ويكون مفهوش اي مشكلة. طيب، اول حاجة هنتكلم فيها، هنتكلم الاول على الكومبوننتس، بيكون من ايه بالظبط وكل حاجة تفسيرها ايه عشان تبقى عارفها. بعد كده هنعرف ان شاء الله نظام الدايركشنال دريلنج بنعمله ازاي والكلام ده كلاته. بعد كده في الاخر خالص هنعمل الديزاين بتاعنا، ازاي اعمل دريل سترينج ديزاين، ازاي احط كل حاجه قصاد الحاجه اللي انا عايزها عشان لو في غرض ما اعمله او كده، وابقى عارف قيمه الشد اللي هشد بيها قد ايه وقيمه الحاجات دي كلها قد ايه. طيب، مبدئيا كده ايه هو الهدف من الكورس بتاعنا؟ اول حاجه identify the components of the drill string. لازم اعرف ايه هي الكومبوننتس بتاعه الدريل سترينج، يعني ايه دريل بايب، يعني ايه دريل كولر، يعني ايه هيفي ويت دريل بايب، يعني ايه جار، يعني ايه رولر ريمر، الحاجات دي كلها لازم اعرف ايه هي. طيب، تاني حاجه ايه بقى؟ ايدنتيفاي ذا كومبوننتس اوف ذا بي اتش اي. البي اتش اي يختلف ايه عن الدريل سترينج؟ يا جماعه الدريل سترينج ده يعني فيه مواسير وفيه يعني فيه مواسير وفيه يعني مواسير والحاجات، انما بانواعها يعني. انما البي اتش اي كل حاجه ما عدا الدريل بايب اللي هي المواسير اللي فوق، فطبعا لازم نعرفها كمان. طيب، understand the mechanism of well trajectory. لما نيجي نعمل هولد او بيلد او دروب للتراجكتور بتاع البير، مثلا عايزين والله نعمله ستريت، او اذا كنا هنعمله مثلا يحصل فيه دروب او هولد او غيره وكده، فبنحط الاستابلايزرات عند اماكن معينه. فلازم نفهم بقى الكلام ده كله، واحنا هنعمل ستيرنج، لو هنعمل فول ستيرنج او مش هنعمل ستيرنج، هنستخدم موتور مش هستخدمه. فلازم نفهم الميكانيزم الاول بتاع الويل تراجكتوري يتعمل ازاي، وبعد كده نعرف انواع مختلفه من المواتير اللي بتستخدم في الدايركشنال ورك يعني. واخيرا طبعا النظام اللي هو الاندرستاند دايركشنال دريلنج تيرمينولوجي، يعني ايه بقى المصطلحات زي ما اتكلمنا عليها، يعني ايه مثلا الفيرتيكال سيكشن، يعني ايه الازيموس، الانكلينيشن، الكلام ده كله، والتولز كمان اللي بنستخدمها، يعني ايه برضه ار اس اس، ايه انواعها، ايه الفرق بين كل شركه والتانيه، إيه يعني ايه بوينت ثابت، يعني ايه بوش ثابت، الكلام ده كله ان شاء الله هنتكلم عليه بالتفصيل. طيب، اول حاجه خالص يا جماعه، يعني ايه دريل بايب؟ احنا دلوقتي يا جماعه علشان نحفر بنبقى مجهز من اول الدقاق لحد ما نطلع بالدريل بايب فوق، مشتملا بقى كل حاجه في النص، دقاق، موتور، ار اس اس، روتر ستريبل سيستم، يعني اوتو تراك او وات ايفر، انه ايه الدنيا، جار، رولر ريمر، يعني الامور دي كلها موجوده. لكن كل ده لحد ما نوصل فوق بايه؟ بالدريل بايب. فلازم نفهم يعني ايه دريل بايب. طيب، ايه بقى كلمه دريل بايب يا جماعه؟ دريل بايب ده بيقول لك از ا تيوبلر ستيل كوندويت فيتد وذ سبيشال ثريدد اندز كولد تول جوينتس. يعني يا جماعه ان هي عباره عن تيوب، تيوب بس فيها ليها حاجه اسمها تول جوينت في الاخر كده، ولها سبيشال ثريد زي ما انت شايف كده. طبعا معظمه كل حاجه بنوعها، يعني مثلا لو قلت لك اللي هي ال 3.5 اي اف بتبقى عباره عن المواسير اللي هي 3.5 بتبقى 3.5 اي اف، المواسير مثلا ال 5 بوصه بتبقى حاجه اسمها ان سي 50 اللي هي 4.5 اي اف، ويعني مواسير بقى ايه، كل ماسوره كل نوع بيبقى ليه السبيشال ثريد بتاعه. الموست كومن كلاس، خد بالك بقى من في حاجه اسمها الكلاس، يعني النوع، يقول لك مثلا نوعها ايه، الكلاس بتاعها ايه، فيقول لك مثلا يا اما جي 105 يا اما اس 135. طب ايه، طبعا بس خد بالك ان الاس 135 ده بيبقى اقوى في الشد ويستحمل اكتر من الجي 105 خلاص، فده دايما بنستخدمه في سبيشال جوبز. لكن دول الموست كومن كلاسز، هل معنى كده ان في كلاسات تانية؟ طبعا في كل حاجه، لكن انا بكلمك ان دول اكتر اتنين مستخدمين في عمليات الحفر يعني. بنيجي بقى نتكلم، نقول لك ايه، في حاجه تسمع عنها في الدريل بايب، بيقول لك ايه تجديده، حاجه اسمها بريميوم، حاجه اسمها كلاس 2، حاجه اسمها كلاس 3، في حاجه اسمها جانك. فيجي يقول لك ايه بقى،
ايه هي نيو بايب؟ نيو بايب دي يا جماعه لسه طالعه من المصنع، اسمها اوريجينال دايمنشنز، يعني لسه طالعه من المصنع بالدايمنشنز بتاعتها. طيب البريميوم يعني ايه بقى؟ يعني عباره عن الدايمتر ريدكشن نوت هاير ذان 3% من الاوتر دايمتر، يعني استخدمت ولكن مش كتير، بحيث ان الدايمتر بتاعها ما يبقاش اكتر من، يعني نسبه الورن اللي فيه او التاكل اللي فيه ما تبقاش اكتر من 3% من الاوتر دايمتر بتاعك، والوول ثيكنس بتاعتها ما تقلش عن 80% من القيمه الاصليه بتاعتنا. الوول ثيكنس بتاعتها ما تقلش عن كام؟ عن 80%، دي اسمها ايه؟ بريميوم. طيب دي بقى حاجه اسمها كلاس 2. كلاس 2 يعني درجه تانيه، بنقول هو عباره عن ايه؟ دايمتر ريدكشن نوت هاير ذان 4% من الاوتر دايمتر، يعني لما تيجي تقول حصلت فيها تاكل زياده شويه نتيجه انها اشتغلت اكتر، فبنقول والله ان هي الاوتر دايمتر بتاعها حوالي اقل بنسبه حوالي 4%، ونقول الوول ثيكنس نوت ليس ذان 70%، الوول ثيكنس بتاعتنا مش اقل من كام؟ من 70%. خلاص. طيب كلاس 2 بقى يعني other amplification that exceeds ايه؟ كلاس 2 اللي احنا بنقول عليها اللي هي كلاس 3. طيب ناخد بالنا بقى من نقطه مهمه قوي، ان المواسير دي بيتعمل عليها انسبكشن، كل ما بتيجي تحفر تعدي مثلا 10,000 قدم حفر مثلا، او عدد ساعات معين مثلا ليكم 200 ساعه او حاجه زي كده من الحفر المستمر، فلازم يتعمل عليها انسبكشن يعني. فبالتالي احنا بناخد بالنا دايما من النقط ديت عشان ليه باستمرار نبقى عاملين حسابنا على النقط دي. طيب بقول لك اهو كلر كودز للدريل بايب. ايه بقى الكلر كودز للدريل بايب بتاعتنا؟ يقول لك لو انت جبت ماسوره وهي جديده كده واستخدمتها وهكذا، وبعدين عملت عملتها انت عملها انسبكشن، فالانسبكشن هيقول لك ايه؟ لو لقيت عليها خطين اتنين بيض، لو لقيت عليها خطين اتنين بيض فدي معناها ان هي تول جوينت بريميوم، يعني يقول لك ان هي استخدمت استخدام بسيط مش كبير، فتاخد علامتين اتنين بيض كده. طيب لو لقيت علامه واحده وايت يعني معناها ايه؟ نيو بايب. خلاص معناها نيو بايب يعني علامه واحده بس ابيض كده معناها ان هي نيو بايب. طيب واحد يلو باند لو خدت واخده يلو معناها ان هي ايه؟ ان هي كلاس 2، هي كلاس 2. طب لو لقيت عليها اورنج، اورنج بالشكل ده يبقى هي كلاس 3. طب اي علامه حمراء معناها ان هي جانك، هي مثلا جايه في النص الماسوره هنا كده يبقى هي بايظه من النص من قلب البادي بتاعها، فده اسمها جانك. انما لو الريد باند بتاعتك دي على التول جوينت فانا ممكن اصلح التول جوينت، ممكن اقطعها واجيب واحده تانيه، او ممكن اصلحها مثلا لو السن فيه حاجه او غيره او كده. وبالتالي دي الدريل بايب بانواعها باشكالها بي اللي احنا نقدر نتكلم عنها. نقول اهو الجريد بتاعنا، عندك طبعا جريدز كتيره جدا زي ما قلنا، هو عندك دي 55 اي 75 اكس كذا جي 105 وهكذا. طيب ايه بقى المصطلح او الدلاله من كلمه الجريد بتاعنا ان هو جي 105 او اس 135؟ معنى الرقم اللي مكتوب جنبها كده معناته ياخد بالك، في عندنا حاجه اسمها الالاستيستي بتاعت الماسوره. يعني ايه؟ يعني ايه مثلا الماسوره دلوقتي انا لو شديتها بقيمه معينه حتى انها محتفظه بنفس الدايمنشنز مش هتزيد ولا هتقل، يعني لو سبت القيمه دي هترجع تاني زي ما هي بنفس الدايمنشنز، لو شديت زياده عن كده هيحصل حاجه اسمها بلاستيستي فيها، يعني تبدا تتشد ويبدا يحصل تغير في الدايمنشنز بتاعتها. فيجي يقول لك الجي 105 يعني تقدر تستحمل شد لحد 105 وما يحصلهاش اي تغير في الدايمنشنز. كذلك الاس 135 تقدر تتشد لحد 135,000 من غير اوفر بول، يعني من غير ما يحصل تغير في الدايمنشنز بتاعتها، ما تزيدش حتى قيد انمول. انما لو زاد عن كده بقى مثلا لو سي بقت اس مثلا شدنا لحد 150 او يزيد او شويه او كده، يبدا بقى يحصل تغير في الدايمنشنز ما ترجعش للاصل بتاعها الاولي. وزي ما قلنا الكلاس بتاعنا في نيو، في 10% وير، في بريميوم، في كلاس 2، في وهكذا يعني الحاجات دي كلها. خلاص. طبعا اطول المواسير عندك في رينج 1 اللي هو من 18 ل 22، في رينج 2 27 ل 30 وده اكتر حاجه متاحه بقى بينا يعني الناس بتستخدمها، في رينج 3 اللي هو 83 38 ل 45 ده مش كتير متاح يعني، انما اكتر حاجه متوفره اللي هي رينج ايه؟ 2. طيب زي ما قلنا بقى الفرق بيبان فين يا جماعه بقى؟ لما اقول لك مثلا اهو ده لما تيجي تاخد الشيت بتاعك مثلا تيجي تبص للدريل بايب تورشنال وتنسايل داتا، يقول لك الاي بي اي بريميوم كلاس بتاعك عندك مثلا لو خدنا حاجه زي 3.5 بيقول لك اهو الوزن بتاعها في عندك 13.3 مثلا، لو هي اي بي اي بريميوم يقول لك مثلا ايه والله لو هي كانت جي اقدر اشد تستحمل الماكسيموم شد لحد كام؟
او اللي هو تنسايل داتا بيزد اون يونيفورم وير، اللي هو اللود على المينيموم يلد ستنس بتاعها كام، تقدر تستحمل لحد 297 او 10000. لو هي اي بي اي، لو هي بريميوم. طيب لو هي كانت اس برضو، الاس هي بيستحمل اكتر شويه، استحمل لحد 381 و870. طيب بالنسبه بقى للمواسير، لو هي كانت كلاس 2 زي ما انت شايف كده، فيجي يقول لك والله لو هي ادي 13 3 برضه اهو، فيجي يقول لك مثلا الجي 105 تشد لحد كام؟ 200 كام؟ 56 ألف. طب امال هي كانت في بريميوم كانت تشد لحد كام؟ بريميوم كانت تشد لحد 297 ألف. فطبعا معناه ان البريميوم بيستحمل في الشد اكتر. عشان كده بقى ايه، لما تيجي مثلا تستخدم في جوب فيشنج مثلا او في جوب اي حاجه، دايما نطلب البريميوم عشان يشد معاك اكتر ويستحمل في الشد بقيمه اعلى، يعني بحيث ان انت ما تضطرش ان انت يعني تضيع على نفسك فرصه مثلا انت يبقى معاك 50 60 اوفر بول زياده وما تاخدهمش يعني. طيب دي كده دريل بايب. اوكي طيب في حاجه ثانيه بس اسمها انهانسد دريل بايب. انهانسد دريل بايب يا جماعه هي ما هي الا دريل بايب، ولكن في النص كده بيبقى فيها حاجه عامله زي الايه، الاستابلايزر كده، يبقى ميني ستابلايزر بروفايل اون تول بودي تو ستير كاتنج بيت. دي عشان حضرتك بتساعد في تقليب الكاتنج، وبالتالي دي حضرتك هنا بيبقى في بتعمل جود هول كليننج، وتبقى برضو لها استخدامات محدده مش اي حاجه يعني. It can be used in extended reach for horizontal well to improve the hole cleaning زي ما اتكلمنا عليها. بتستخدم في الاكستندد ريتش دريلنج، اللي هو بنبدا نبني الزاويه من فوق خالص، ونبدا على طول نبني الزاويه ونخش لحد ما نوصل ل 90. وبيبقى طبعا الاكستندد ريتش دريلنج بيكون اللينس بتاع الهوريزونتال اكتر او ضعف، يعني حوالي ضعف ضعف ضعفين ثلاث اضعاف الفيرتيكال بتاعنا، او احيانا بيوصل لحد 5 اضعاف الفيرتيكال لينس بتاعنا. ده اللي هو الاكستنتد ريتش دريلنج يعني. خلاص فده مين اللي بنستخدم فيه الحاجات دي يعني. طيب الهيفي ويت بقى دريل بايب دي برضو من ضمن الكومبوننتس اللي انا بستخدمها في البي اتش 8، نجي عليها حاجه اسمها هيفي ويت دريل بايب. similar in appearance to the drill pipe، يعني نفس الشكل بتاع الدريل بايب زي ما انت شايف كده، او من بره نفس التهيكات تكون هي هي، ولكن الهيفي ويت دريل بايب has the following different dimensional characteristics. اوكي اول حاجة بنقول اهو the tube wall is heavier about 1 inch thick in most sizes. يعني معنى الكلام ده ايه؟ يعني هي بتبقى فيها السمك زيادة حوالي 1 انش. طيب دي كمان التول جوينت بتاعتها بتبقى أطول، عشان كده لما تحب تعرف الفرق يقول لك دي ماسورة 5 انش ودي هيفي ويت دريل بايب 5 انش، هتعرف الفرق منين؟ التول جوينت بتاع دي بتاع الهيفي ويت أطول من التول جوينت بتاع الماسورة العادية. بنقول هو ذا تيوب سيكشن هاز ا لارجر دايمتر ات ميد لينث تو بروتكت ذا بايب فروم وير. طبعا اللينس بتاعها في النص يعني بقى الدايمتر اي اكبر شويه، ات ميد لينس تو بروتكت فروم ذا بايب وير. اخر حاجه الهيفي ويت دريل بايب وير ديفلوبد ليه؟ الاسباب اللي هتيجي ليه انا بحط الهيفي ويت يا جماعه؟ اولا لعده اسباب كتيره، اهم سبب ان هي بتعمل كترانزيشن ما بين الفليكسبل دريل بايب والريجيد دريل كولر، ده اهم سبب يعني. يبقى اول حاجه اتس ا ترانزيشن ممبر to be run between drill collars and drill pipe. ليه؟ لأن الدريل كولر ده ريجيد يعني صلب وطف كده، والدريل بايب ده داكتايل يعني فليكسبل. فأنا طبعا محتاج حاجة وسط في النص، ما ينفعش أحول من ده مباشرة يعني، لازم في حاجة في النص إيه وسط ما بين الاتنين. في سو ات أكت أز فليكسبل ويت ممبر تو بي ران إن دايركشنال درينج. أنا برضو وأنا بحفر دايركشن يا جماعة كتير أوي ما بستخدمش، بالذات في الهوريزونتال يعني ما بستخدمش دريل كولرات. ليه؟ لان بيبقى ريجيد، فممكن ما اعرفش ابني ولا اعرف اوقع ولا اعرف اعمل اي حاجه، تبقى مشكله، يبقى ستيف، الستيفنس بتاعه عالي، فبضطر استخدم ايه هيفي ويت دريل بايب مكانه، وعوض عنه بعوض عن دريل كولر بيه اللي هو اللي بقول لك عليه اللي هو الهيفي ويت دريل بايب، وبالتالي بيأدي نتيجه جدا في الدايركشنال والهورزونتال بتاعه. ثالث حاجه اتاكت از ا ويت ممبر اون سمول ريجز. طبعا بعض السمول ريجز يعني براجات بتبقى صغيره، ممكن ما تبقاش عارفه تجمع الدريل بايب الدريل كولرات، او تبقى هي تقيله عليها او غيره او كده ما تقدرش، فنضطر ان احنا ناخد مكانها الهيفي ويت دريل بايب. وفي نفس الوقت برضو الدريلنج سمول دايمتر هولز، لان احيانا برضو مبقاش متوفر السايزات المناسبه من الدريل كولر للسمول هولز او السمول دايمتر. خلاص
بنقول اهو كوشن، الهيفي ويت دريل بايب ستيل يوجوالي اس 55 از ويكر ذان موست دريل بايب ستيل اوكيشنالي نون ماجنتيك هاندلد، نون ماجنتيك يعني دايما تلاقيها نون ماجنتيك يعني مبقاش فيها ماجنتيك، يعني هاندلد از دريل بايب بتتم هندلتها كدريل بايب، يعني may have additional upset on tool body، يعني ممكن يبقى فيها upset هنا كده زيادة شوية أو حاجة. spiral is turned to drill collar. طيب الحاجة التالتة بقى عبارة عن إيه؟ اسمها drill collar. زي ما أنت شايف كده drill collar في عندك نوعين اتنين، في نوع أملث وفي نوع spiral، خلاص؟ في plane أو rounded وفي اللي هو التاني اللي هو الإيه النوع اللي هو اللي هو مشرشر كده بنسميه spiral. طيب ايه فايدة الدريل كولر يا جماعة؟ No, no, it's a component of the drill string that provides weight on bit for drilling. يعني هو فايدته انه بيحط وزن على الدقائق، او باخد وزن اللي بحطه على الدقائق من الدريل كولرز. وفي نفس الوقت keep ال string under tension. خلاص؟ برضه بيعمل الحاجتين اتنين، يبقى keep string under tension وتاني حاجة و provide the weight on the bit. The gravity acts on the large mass of the collars to provide the downward force needed for the bits to effectively break the rock. زي ما قلنا في نوعين اتنين، في نوع اسمه rounded ونوع اسمه spiral. طيب في بقى بعد كده حاجة اسمها السبات. سب يعني ايه؟ يعني قطعة بغير، يعني يقول لك مثلا كروس اوفر او سب، يعني بغير من سن لسن او من دايمتر لدايمتر، فلازم يتحط له صب. صب يعني حاجه كده واصله زي ما بيقولوا. عباره عن ايه بقى الصب ده؟ عباره عن شورت ثريدد بيس اوف بايب يوزد تو ادابت بارتس. ادابت يعني يوفق ما بين اثنين بارتس يعني اوف ذا دريلنج سترينج ذات كان نوت اذروايز بي سكرود توجذر بيكوز اوف ديفرنت ثريد سايز اور ديزاين. يعني حضرتك ديت حاجه كده بتبقى زي كروس اوفر كده بتتحط عشان اوفق بيها، مثلا زي ما قلت لك اختلاف في نوع السن او اختلاف في السن او في الدايمتر او في الديزاين او في اي حاجه، فدايما الكروس اوفرات ما اكثرها. فيقول لك في حاجه اسمها كيلي صب، ده بيستخدم عشان ايه؟ عشان الكيلي. تمام. في حاجه هنا برضو حاجه هنا اسمها دريل كولر صب، ده حضرتك بعد ما تخلص دريل كولرات بيبقى بينقلك من سن لسن تاني. طبعا بتاخدي ميل وهنا في ميل او الثريد يعني بيبقى فيه نوعين اتنين اللي هو بن وايه وبوكس يعني زي ما بيقولوا يعني. خلاص البيت صب ده عباره عن اتنين بوكس لان الدقاق بيبقى بن، فبتركب من هنا وبعدين تبقى من فوق مفتوحه عشان تبدا تاخد معاك الدريل بايب وهكذا. فبيبقى عندك ايه عشان زي ما قلنا كده بيبقى هي صبات عشان تغير الثريد او تغير السايز او تغير اي حاجه عشان تعمل الوظيفه بتاعتها. تمام. في بعد كده بقى حاجه اسمها الاستابلايزر. الستابلايزر ده يا جماعه اهو زي ما انت شايف شكله كده، دي بتبقى دلوقتي يا جماعه لو انا هحفر دايركشنال مينلي استخدمه. ليه بقى؟ انا دلوقتي يا جماعه لما اجي احفر دايركشنال كده ممكن يحصل الدقاق يسرح مني يمين وشمال او يعمل اي مشكله معايا او الهول ما تبقاش ثابته، او انا مثلا يبقى السترنج بتاعي يبدا ينام على اللو سايد فيعمل لي مشاكل. فانا بقى ايه بختار الستابلايزر ده احطه مثلا قرب الدقاق او بعيد عنه شويه او ابعد اكتر، نتيجه ان انا عايز اعمل مثلا ابني زاويه او اعمل هولد او اعمل دروب او اعمل يعني حسب كل ديزاين ما هنتكلم عليه بالتفصيل. فده بقى شكله، ده شكل الاستابلايزر اهو. فزي ما انت شايف اسمه سنجل ستيل فورجنج، خلاص بليدز هارد فيس تنجستن انسرت، يعني البليدز دايما من بره بيبقى عليها ايه تنجستين تربايدز يعني حاجة كده قوية عشان تطحن لك أي حاجة واقفة في يعني تساعد معاك يعني في التنظيف شوية برضو أو تظبط لك الهول يعني. ستريت بليد فور سلايدنج، إنما لو في ستريت بليد ده 270 أو 360، لا ستريت بليد يعني واقفة كده عشان لو حبيت أعمل سلايدنج. وهنتكلم عن السلايدنج مود بشكل عام لما نيجي نوجه التول فيز بتاعتنا. لو إحنا كنا نازلين بنعمل يعني ممكن نعمل نوجه التول فيس بتاعت الموتور للسلايدنج لو احنا مش معانا، لو احنا يعني الزاويه حصلت فيها مشكله او هربت مننا او كده، فانا عايز اوجه التول فيس بحيث ان هي لو اتغيرت ولا حاجه فبعمل سلايدنج، فهنتكلم عليها بالتفصيل بعدين. او في عندك نوع بقى سبايرال بليد زي ده كده، ده سبايرال اهو اوبن راب زي ما انت شايف كده ده 270، وفي عندك 360 يعني لافف لفه كامله اللي هو 360 راب اللي بنسميها فول راب. في عندك البليد بروفايل، في عندك منها باريل يعني متوازي، في ميلون للسلايدنج،
في البي دي سي كاتر اور هارد فيسنج كان بي يوزد. ده الاستابلايزر سليف اهو، ده نوع ده بيستخدم مينلي. الاستابلايزر سليف ده على شكل سليف ده مينلي بيستخدم فين؟ مع الدايركشنال ورك. بتلاقي دايما الدقاق والاوتو تراك ولا حاجه وراه اللي هو المين استابلايزر سليف اللي احنا عامل زي الاستابلايزر ده بس بيسموه سليف خلاص. فده بيكون من تو مين كومبوننتس، المندريل الرئيسي والسليف، وبتبقى رابط ما بينهم وما بين الاثنين بالسن ده عشان تبقى مأكدهم في بعض. ولو الستريت بليد اوبشنز تو امبروف سلايد دريلينج بيرفورمانس، ان هو كان باك اوف ذا داون هول وين دريلينج ان شوك انفايرمنت. ممكن اعمل منه برضو، ممكن اعمل من عنده كده الباك اوف لو انا دخلت في مكان خطير. طبعا ده انواع الاستابلايزرات اهو زي ما انت شايف كده، ادي النوع السبايرال بليد، ادي الستريت بليد زي ما انت شايف كده، وادي نوع ميكس ما بين الاثنين اللي هو ستريت بليد اوفست يعني زي ما انت شايف المنظر ده كده، لكن طبعا ده بيبقى ستريت مباشره كده. ده اللي هو السليف اللي حكينا عليه، وده النوع اللي هو بيبقى ايه اللي هو فيه هارد على السيرفيس بتاعنا اهو اللي هو التايت سبايرال. ده اوبن سبايرال ستابلايزر، انما ده بيبقى تايت يعني زي ما انت شايف كده مقفول على نفسه اللي هو بنقول عليه فول راب بتاعنا. ده اسمه ادجستبل ستابلايزر، يعني بياخد اكتر من كذا سايز وبيتاكتف من فوق عشان يعني بيتاكتف بقى مثلا بترمي بوله ولا حاجه بالهيدروليك، نظام الهيدروليك يعني. اول ما تشغل البامب يعني بيشغل، اسف، لما تحط وزن عليه بيتاكتف، ولما تشغل البامب بيرد مكانه تاني. فبنقول ده عباره عن فيروس، it have various makes and size available. بنقول in most cases it can be run near bit or string stabilizer. بنقول برضو under gauge most common، يعني under gauge يعني يبقى اقل من السايز بتاعنا بحاجه، يعني مثلا لو قلنا بنحفر 8.5 فيبقى under gauge يعني كام؟ يبقى هو كام؟ يبقى هو 8 3 8 مثلا ولا حاجه. بنقول الاندر جيج موست كومن تايب ده بيتاكتيفيت باي ذا ويت ولوكد باي ذا بامبس. خلاص نيجي بقى لحاجه مهمه قوي برده بتقف في الدريل سترينج، وهي الرولر ريمر. زي ما انت شايف كده الرولر ريمر ده عباره عن ايه، حتت حديده كده ولكن فيها رولات من هنا كده وفيها بيرنج موجود، والرولات دي بقى فيها تنجستيوم كاربايد. دي بتساعدك ليه وانت بتحفر كده يا جماعه؟ علشان وانت بتحفر ايه دي بتساعدك ما تاخدش السكند سليب، تساعد معاك في التنظيف برضو لو الهول فيه حاجه وانت طالع وانت نازل، يعني لو هتعمل باك ريمنج بتبقى متظبطه شويه، يعني بيبقى لها استخدامات عديده يعني بتسهل معاك في الحفر شويه. فبنقول هو في عندك نوعين اتنين، سيلد بيرنج او انسيلد بيرنج. ده سيلد اهو، ده انسيلد. عندك ديفرنت كاتنج ستراكشرز، عندك ده ديفرنت كاتنج ستراكشر يعني ليها كذا شكل، اللي هي القواطع بتاعته ديت لها كذا شكل، في من اللي هو عامل زي الانسرت وفي انواع اخرى كتير. الرولر بينز ار ريتيند ان بودي بلوكس او بينز، يعني الرولر بينز دي اللي هي البنات ده اهي، رولر بينز يعني سوري اسف رولر بينز دي يعني البنات ده بتثبت في البودي بلوكس او البن بتاعتك اللي هي متثبته بيها. طيب بنقول هو ده ليميتد ران اورز، يعني ايه؟ يقول لك مثلا احيانا كتير واحنا هنطلع الرنه دي عشان نغير الرولر ريمر. ليه؟ هو يقول لك هو ليه مثلا ماكسيموم 2.5 مليون لفه ولا حاجه، يعني الناس تقعد تحفر فيهم يومين ثلاثة وتلاقي يقول لك خلاص احنا جبنا ال 2.5 مليون لفة فخلاص. طب بتعرفها ازاي؟ يقول لك والله احنا بنحسب اللفات بتاعة الحفر وبنضربها في 3.2 عشان ده بيبقى مثلا الرولر ريمر ده بيبقى ثلاث حتت وبنضربه في 3.2 كمصطلح تقريبي، فيقول لك والله احنا الماكسيموم بتاعنا 2.5 مليون ريفوليوشن. فانت مثلا لو جابت 2.2 2.3 تطلع تغيره عشان ما تتكلفش انك تطلع تاني في رنة عشان حاجة بسيطة يعني. may help في الستيك اند سليب ويريديوس الفريكشن زي ما قلنا. بنقول هو رول اوف ثامب، يعني دايما ناخده كرول اوف ثامب كده، to keep build or hold tendency the size of roller reamer must be 10 inch under the replaced stabilizer. تمام خلاص. في بقى يا جماعه ان شاء الله نتكلم من بكره باذن الرحمن عن الهول اوبنر، درس مختلف. اتمنى يا رب اكون قدرت اوصل لكم الدرس بتاع النهارده ده بشكل سلس وبسيط. تحياتي ليكم واشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.